أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مذيع الماس. برنامجنا هيسلط الضوء على المواهب وإزاي ننميها ونظهرها، وهنعمل ليكم مسابقة في بنها للأطفال هنشوف فيها المواهب المتميزة معانا ونطلع منهم أصغر مذيع ماس. هتكون في مدينة بنها وهيشارك فيها جميع المدن، هيبقى ولد وبنت، والفائز هيكون هو مذيع الماس الصغير معانا. وعندنا أطفال كتير عندهم مواهب متعددة، وهنعرض ليكم دلوقتي فيديو لأصغر طفل منقذ في مصر، وهو مالك أحمد نبيل، عمره 9 سنوات، من محافظة المنوفية. ممكن يا شباب تطلعوا لنا بالتقرير؟ كتير تشد بتقول انا هجيبها. فرع اربعه يعمل لك سفر. اديك اهي. اهي. لا تمام. يعني انت هتجيلي الدنيا النهارده، متاكد ان انت هتجيبها؟ هو مالك النهارده هيحاول ينقذ اكن في واحد غريب بالظبط، هو هينقذه النهارده. احنا هنا في حمام السباحه مش بس بنعلم الناس ازاي تتعلم السباحه او تعوم، لا، بنعلم الاطفال كمان بعض المهارات عن الانقاذ، ان هو يحاول في البحر او في حمام السباحه ممكن يساعد او ينقذ اي حد، طفل صغير من وهو صغير بنحاول نعلمه بعض المهارات. هنشوف مالك النهارده وهو فعلا هل هيقدر ينقذ الدنيا ويمشي بيها، حد غريق او اي حاجه تحت الميه يقدر يجيبها ولا لا. يلا يا مالك استعد. اثنين ثلاثة. مالك هينزل دلوقتي عشان فعلا نشوف هيقدر يجيب الدمية ولا هيفشل في الاختبار. فعلا مالك قدر يحصل على انه يسحب الدمية. لا، ما ينفعش يا مالك تمسك في الايه، في الحيطة. وفعلا مالك بدأ يمشي بالدمية. احنا عندنا كده اعتقد ان ده اصغر منقذ في مصر، عمره 9 سنين. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن تنمية مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم، وإزاي إن الأسرة ليها دور كبير في الموضوع ده. بتمتد مرحلة الطفولة معانا من الولادة حتى سن 12. في الوقت ده في دور كبير قوي للأسرة لازم هي بتقوم بيه في تنمية مهارات أولادها. شوفي ابنك أو بنتك بتحب تعمل إيه وخليها تعمله، نمي ده عندها. قولي لها انت، ما تقوليلهاش انت مش هتقدري تعملي دي، ما تقوليلهاش اصل دي صعبه عليكي، خليها تعمل وخليها تجرب وتحاول. خليها تفك، خلي ابنك او بنتك تفك لعبه في البيت وتركبها، خليها تمارس معاكي اي نشاط في البيت، تساعدك في شغل البيت، تعمل معاكي اي حاجه مش هتبقى صعبه عليها. ما تقوليلهاش دي صعبه، اختاري لها حاجه هي تقدر عليها وتعملها، ده هيساعد معاها في الحركة الجسدية بتاعتها، هينمي عندها انها تكون فعلا خلاص بدأت تتحرك معاكي في البيت، وهتعمل معاكي شغل وهتساعدك، لان ده هينمي عندها مهارات كتيرة جدا في جسمها وفي عقلها وفي كل حاجة طبعا. الو، معانا مداخلة تليفونية. الو، معانا دكتور محمد. مساء الخير يا استاذه. الو، مساء الخير. مساء النور يا استاذه، بحب امسي على كل الساده المشاهدين واحييهم، واحيي حضرتك مقدمه البرنامج الجميل الجديد، برنامج مذيع الماس. بحيي حضرتك يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، فعلا فكره كويسه جدا
ان انتوا تعملوا برنامج يطور من المذيعين الجدد ويطور من الشكل الاعلامي الجديد. حتى انا سمعت ان انتوا عاملين مسابقه للاطفال، يا ريت ان شاء الله باذن الله يعني يكون اولادنا لهم فرصه ان هم يتعلموا اعلام جيد واعلام صح. احنا بنحاول نعمل حاجه كويسه يا دكتور محمد، بحيث ان احنا يعني نقدر نساعد في اي تنميه موهبه عندهم، وان ده يقدر يخليهم يتطوروا بعد كده ويبقوا يعني اشخاص منتجين. احب اوجه رساله تحيه للسيد الرئيس. الو، مع حضرتك يا دكتور، اتفضل. احب اوجه رساله تحيه طب واضح ان الاتصال فيه مشكله. الو، ايوه يا دكتور، مع حضرتك. ايوه حضرتك، بحب اوجه رساله تحيه للسيد الرئيس والقائمين على المشاريع والتطوير، وخصوصا برنامج حياه كريمه، برنامج حياه كريمه اللي بيهتم بالقرى. القرى فعلا اللي كانت مهمله فتره طويله بيبتدى يهتم ليها، بيهتم بيها، وتم ضخ حوالي اكثر من 500 مليار ليها. ده دليل فعلا على تطور وعلى قيمه كبيره جدا، وعلى فعلا ان احنا بنحب بعض كرئيس وشعب بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض. طبعا احنا نفسنا يبقى في تطور اكتر من كده، ونفسنا المسؤولين يهتموا بينا اكتر من كده. وخصوصا بوجه تحية تانية لابناء الجيش، الناس اللي واقفة في عز البرد ده وعز التلج دي على الحدود. الناس فعلا سانت كاترين والحدود ومرسى مطروح والاماكن اللي فعلا فيها صقيع جامد دي، واحنا قاعدين متدفيين وقاعدين تحت بطاطنا وقاعدين في ملابسنا، هم بيدافعوا عننا. احنا من هنا من البرنامج الجميل ده بنحب نحيي الناس فعلا اللي تعبانه ديت، الناس فعلا اللي تعبت وبتفضل تتعب ودمها بتبذله فداء لينا ولتعبنا ولراحتنا. وانا بحيي قناه الصحه والجمال، القناه فعلا اللي بتواجه حروب شرسه لانها ناجحه. معايا يا فندم؟ مع حضرتك يا دكتور، اتفضل. فعلا بتواجه حروب شرسه، الناجح فعلا دايما بيحارب، الناجح دايما يحارب. انا بقولها يعني مفيش حد ناجح في الدنيا، مفيش حد فاشل في الدنيا حد بيهتم بيه. انما طول ما انت ناجح وطول ما انت متقدم ومتفوق في مدينه الانتاج الاعلامي، انا معلش بحييهم جدا، وبحيي القائمين على هذه القناه، مخرجين واعداد ورئيس قناه ومعدين ومصورين. فعلا ناس بتتعب، ناس بتشقى، كون ان بيمسكوا بيدوروا على ديفوهات او بعض الاخطاء من الناس الثانيه، ده ما يقللش، مفيش حد انسان كامل، مفيش حد معصوم من الخطا. الانبياء نفسهم حتى كان لهم بعض الاخطاء اللي كانت مقدره من المولى عز وجل عشان احنا نتعلم، علشان احنا نتعلم بعد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاتبه الرسول في الاعمى علشان نتعلم، علشان نبقى حاجه كويسه. فعلا لما يبقى عند قناه او يبقى عند اي مكان في خطا صغير، لا، الخطأ الصغير بيتم تداركه، إنما الناس تكبره وتعمله وتعمل منه شغل علشان تأدي تعمل مشكلة لقناة أو لجريدة أو لموقع أو لأي حاجة، لا، الناجح بس هو اللي بيستمر. وإحنا إن شاء الله وقناتكم والبرامج والبرنامج بتاع حضرتك وكل البرامج اللي موجودة سواء في القناة الكبيرة قناة الصحة والجمال أو في أي قناة محترمة ملتزمة بالميثاق الإعلامي، احنا من هنا بحييهم وبحيي شعب مصر العظيم وبحيي متابعين برنامج مذيع الماس، اللي ان شاء الله هيبقى برنامج من ماس باذن الله، هيبقى برنامج الماس 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 باذن الله. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور محمد، نورتنا. شكرا يا فندم، السلام عليكم. بنحب نشكر طبعا الجيش والشرطه على تعبهم فعلا، وهم بيقفوا في الجو البرد اللي احنا فيه ده، اكيد احنا بنبقى في بيوتنا والله وبنبقى يعني مش مستحملين البرد. ربنا يعينهم والله يكون في عونهم حقيقي، ويعني ربنا يا رب يحميهم لنا. معانا مداخله تليفونيه، استاذه عبير. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه عبير؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك؟ منوره والله يا حبيبتي، ربنا يخليكي، تسلمي لي. معلش انا عايزه اقول لك حاجه، هو ينفع برضه تعملوا
في صديق أطفال عندهم موهبة المطبخ ويحبوا يساعدوا أهاليهم ومامتهم مثلا سن معين من 10 سنين ل 12 سنة 13 سنة 8 سنين يعملوا حاجات خفيفة يعرفوا ازاي يقفوا مع مامتهم في المطبخ يساعدوها بحيث ان احنا برضو الهم يعني نخلي عندهم الهمة والعزيمة ان هم لو الأم مريضة تعبانة مش قادرة تعمل حاجة برضو يساعدوها في البيت من صغرهم علشان يتحملوا مسؤولية البيت ويطلعوا برضو قد المسؤولية لما يبنوا بيت يبنوا عيلة. صح كده ولا انا كلام مش مظبوط يا حبيبتي؟ حبيبتي احنا ده دورنا ان احنا طبعا نجيب الاطفال اللي هم عندهم اي موهبه ونظهرها لهم ونسلط عليهم الضوء، واكيد احنا ان شاء الله هنحقق لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه وبتتمنوا تعملوه باذن الله. شكرا ليكي استاذ عبير. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. هذا البرنامج برعايه شركه ابو نغم لاعمال الالموتال، احدث التصميمات واجود الخامات بأساليب مختلفة وأسعار ومواصفات لا تقبل المنافسة. لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل. رجب فتح الله أبو المعاطي. للحجز والاستعلام التواصل على رقم 010-22-864-4494. متولي علي متولي استشاري الحقن المجهري والمناظير بمركز رويال بالمنصورة. العنوان السمبلوين شارع المطافي بجوار مركز الشرطة. للحجز والاستعلام 010-21-78-6100 أو 010-969-12-870. رجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل حلقتنا في تنمية ازاي ننمي مهارات الاطفال. دايما خليكي مع ابنك عندك دايما حاجة بتعمليها له ان انت بتبنيه للصح، بتوجهيه للحاجات المناسبة ليه جسديا وعقليا. خليه دايما ان هو يكون شخص بناء وعنده يعني عنده القابلية ان هو يتعلم كل حاجة. ما تصعبيش عليه الامور. دايما عوديه ان هو يكون في اي رياضة يمارسها. ما تعوديش الطفل ان انت دايما مش هتقدر او ده صعب عليك، بالعكس انت بايدك تسهلي على طفلك كل حاجه ممكنه. قولي له اعمل ده، قولي له انت هتقدر تعمله، بس وبرده في نفس الوقت ما يكونش حاجه تضروش جسديا، هاتي له حاجه مناسبه يقدر يعملها، شوفي له رياضه يمارسها، شو ممكن يلعب سباحه، ممكن يلعب جمباز، ممكن يلعب اي لعبه تكون مناسبه لسنه ولجسمه، المهم ان هي ما تضروش وبالعكس هتنمي عنده اي موهبه جواه. ودايما لو شوفي ايه اللي مناسب ليه او ايه اللي بيحب يعمله واعمليه له، يعني حاولي ان انت تساعديه فيه. بنختم حلقتنا النهارده وبنوجه شكر للبرنامج وان شاء الله يكون معانا المسابقه اللي قلنا عليها، واستنونا في حلقات جايه كتير. شكرا.